funny they are, they're all random. Okay? So, let's see what you've got, Mr. Official Shamo. Let him start, you know. Introduce yourself. Alright. Assalamu alaikum jami'an. Ismi Hisham al-Muharbi. مثل ما ذكر من المعبيلة. يستاهل يستاهل. طبعا عندنا سمعة ما طيبة، فخلونا على السمعة الطيبة. اوكي وما بطول معاكم، بنبدا اول فيديو. طبعا انا اسوي فيديوهات كوميدية مثل ما ذكرت الاخت حليمة، ثلاث اشياء بس ما عندي وقت عشان اعيدها، بس هي شيء مهمة، واتمنى يعني اي احد اذا يفكر او يسوي او بالاساس هو يسوي، اتمنى نفس الشيء انه يستمر عليها، لانه بكذا بيكون يجذب الانظار عليه يعني، وتكون نظرته حلوة عند الناس طبعا ايجابية. المهم طبعا نبدا باول فيديو، اللي هو كل الناس عندهم تلفونات طبعا. فالتلفون كل شخص يستخدم تلفون بطريقته. فانا صار لي موقف صراحه، كنت اكلم صديقي تقريبا احكي له سالفه لمده 10 دقائق، في النهايه يعني جاء وقت السؤال انه على اساس انه يرد علي، ورد علي رد ثاني، فحبيت اطلع غمي فيه، فما قدرت اطلع طبعا، فحبيت اسوي كفيديو ان شاء الله يعجبكم. امس وديت السياره على حساب السيرفس، لا خربل لي الراديتر. ما عندك؟ ما عاد معك. زين اهم شيء انت وش تنصحني؟ اقول لك حر هذه الايام واجد يا اخي. طبعا هذا العقاب اللي كان في بالي كذا سبحان. زين الفيديو هذا يكون مختلف طبعا، هو ما في اب ممكن انه يسوي مع ولده كذا، بس انا صراحه لو كان ابي موجود اتمنى انه يكون كذا في رابط بيننا، نقدر يكون في شفافيه بيننا مثل هذا. هذا لا وين طلع طلع طلع. على فكرة واجد الناس تعرفوني كيف كنت لابس وزارة. المهم نرجع مرة ثانية لسالفة ثانية أو فيديو ثاني، اللي هو حركة ذي واجد تصير، وصراحة حركة نرفز. أنت تشوف تلفزيون مندمج في فيلم أو مسلسل، خاصة بنات مسلسلات، فيجي شخص أي شخص جنبك من أهلك أصدقائك أي أحد موجود يمسك الريموت يغير القناة. فصدقوني الحل اللي أنا سويته مع هذا الشخص إيه؟ الحل المناسب. طبعا مش كان خطير جدا يعني، ما قدرنا نشوف لانه ما بلس 18 بلس 25 30. انزين ما انت بقولكم سوري في هذا الفيديو لانكم ممكن تكونوا مختصين، ف بس يلا واقع واقع نعيشه. المهم الفيديو يتكلم هذا الفيديو يتكلم عن كيف انت لما تتواصل او تحاول تتواصل مع الكول سنتر بالاساس، طبعا يوصلوك متاهات اللي انت توصل، ونحن نعرف هي على اساس الكواليتي سيرفيس وكذا، ف لان انا اشتغل في كول سنتر على فكره، انا اعرف كل شيء. انويز انجود. صراحة صراحة لو كنتوا بتعطونا ايباد كنت بمسح الفيديو ما بسأل. شكرا لحماسك. المهم في فترة نحن كنا في رمضان وكذا، فأكثر المسلسلات الخليجية تصير في رمضان، وطبعا حبينا نقلدهم بطريقة كوميدية، فدخلنا كذا سالفة نفس الشيء اللي كان نطور كذا. ف شوف مخدرات طبعا لازم في السالفة. شو تسوي؟ يا اللي بعد السجن؟ يمن فيك يا عيال يا عيال عمري يا عيال يمن فيك. شيء واقع شيء واقع تحصل يعني. تمام نروح للفيديو الثالث. طبعا هذه الحركة صارت يمكن
اخترنا الحين نتحذر في هذا العمر نتحذر، بس يمكننا صغار يمكن ويمكن الحين حتى ما نتحذر. بتعرفوا الحركة وحبكم. أمس الكاتشب على فكرة هذا الكاتشب كان منتي صلاحية عشان كذا استخدمت تفرج منه. ذكرتني وخبرهم. طبعا الصوت اللي كان في البداية هو أنا من نفس النوع اللي أحب أسوي الفيديو ما تكون فقط الفكرة، يكون في الإنتاج بشكل عام، الكواليتي في الإنتاج، الكواليتي في الصوت. فالصوت اللي استخدمته بداية كان هو ما صوت أصلا، يعني مستحيل الإصبع يسوي هذا الصوت حتى لو كان انكسار في العظم، هما في كاتم كذا داخل ما أعرف إيش يسوي. بس استخدمت أنا فيها لأن كنت أدور طريقة، وكان بصراحة أنا في البيت وما عندي إنترنت. فالحل الوحيد اللي سوى طلعت اني عندي اللي هو الريكوردر ديفايس، جهاز تقدر تسجل فيه، ودخلت المطبخ وحصلت بصل، فمسكت البصل وطلع نفس الصوت فسجلته وضبط على فكرة يعني تمام. شكرا. الحين نروح على الفيديو للناس اللي هم متهيئين. طبعا نحن كلنا نحب نشوف افلام، ودائما ما عاده يكون فينا كذا خاصه في الشباب، يعني لما نشوف نتحمس خاصه اذا افلام سيارات او مضرب جاك تشان وغيره. فهذا الفيديو هو للناس المتهيئين يعني. يا اخي شوف الحركه لا خلي خلي بروح تعال خليك لا تتحرك ما يتنفذ اتمنى ما حد حصلت له نفس الحركه صراحه يعني من قلبي يعني. تمام بنروح على اخر فيديو اللي هو يختص فينا نحن كعرب او كخليجيين بشكل، اللي هي العزايم. طبعا لما توصل في فتره مثلا يبدا في عزام 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 عزام، انا عن نفسي صراحه طلعت هذا الحل هو الحل المناسب على اساس توقف يعني هذا الشيء. يا حي الله بالشباب، تفضلوا تفضلوا شباب تفضلوا تفضلوا ما يصير ما تعرف هلا عم تطلع فولوا دريك فولوا هنا فولوا هلا عمكم يا اخي ما اعرف كمان. هذا احسن حركه انا انصح كل احد صراحه يجربها في البيت، واذا فيها سلاح ابيض واسود بني اي شيء استخدموه، لان في النهايه ما بين حل. المهم هذا كان وقتي معاكم، معاكم هشام حاربي. اذا حبيتوا تتابعوني اوفيشال شامو في الانستغرام، وان شاء الله يكون عجبكم. اوفيشال شامو مره ثانيه.